قال للغلام احمله إلى أمه، فحمله وأتى به إلى أمه، فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت، ونادت رجلها وقالت: أرسلي واحدا من الغلمان وإحدى الأذن فأجري إلى رجل الله وأرجع. فقال: لماذا تذهبين إليه اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت. فقالت: سلام. وشدت على الأتان وقالت لغلامها: سب وسر ولا تتعوق لأجلي في الركوب إن لم أقل لك. وانطلقت حتى جاءت إلى رجل الله إلى جبل الكرمل. فلما رآها رجل الله من بعيد قال لجحزي غلامه: هو ذا تلك الشونمية؟ أركض الآن للقائها وقل لها: أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد؟ فقالت: سلام. فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل أمسكت رجليه، فتقدم جحزي ليدفعها، فقال رجل الله: دعها، لأن نفسها مرة فيها، والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. فقالت: هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ فقال لجحزي: أشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه، وإن باركك أحد فلا تجبه، وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. فقام وتبعها. وجاء جحزي قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مزغ. فرجعت للقائه وأخبره فرجع للقائه وأخبره قائلا: لم ينتبه الصبي. ودخل أليشع البيت، وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما، وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي، ووضع فمه على فمه، وعينيه على عينيه، ويديه على يديه، وتمدد عليه، فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه، فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جحزي وقال: ادعوا هذه الشونمية. فدعاها، ولما دخلت إليه قال: احمل ابنك. فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. العصر اللي احنا بنتكلم فيه كان في مملكة إسرائيل، في تقريبا قبل المسيح بحوالي 800 سنة. ومملكة إسرائيل كان كل الملوك بتوعها ناس مش كويسين، ولكن ربنا ما سابهمش، برضو كان بيبعت لهم أنبياء وبيبعت لهم حد يهتم بيهم ويوصل لهم كلمة ربنا. فكان أليشع بمثابة مركز روحاني منور في وسط مملكة مظلمة، مركز إشراق نور. كان عايش زي الرهبان في جبل، في مغارة لوحده، فوق الجبل، وتلميذه جحزي متزوج، بيته في سفح الجبل. وكان واضح انه بيعمل نهضات روحية كل أسبوع، كل يوم سبت الناس تجيله. حتى لاحظت ان جوزها بيقول لها: النهارده ايه في الايام؟ النهارده مش سبت عشان تروحي. فكان كل يوم سبت يوم الرب، كان يعمل يجيبوا له الناس، يعلمهم، يصلوا مع بعض، يجاوبهم. وكان وكان في رأس الشهور وفي المناسبات الناس تروح له برضه. وكان بيعمل تلمذة، يعني دي موجودة في قصص أخرى في حياة أليشع، كان بيعمل تلمذة لمجموعات من بنو الأنبياء يروحوا يعملوا أيام روحية هناك. فكان هو المنارة المنورة في وسط مملكة مظلمة. والملك كان عارف إن في قوة ربنا هذا الرجل، والناس كلها كانت عارفة إن في قوة ربنا. ومع ذلك مش كل الناس بتستفيد. ودايما في كل جيل، حتى لو كان حوالينا شر من كل ناحية، دايما ربنا حاطط
عناصر منيرة علشان محدش يهلك. دايما في ندور كده حوالينا هنلاقي ناس اللي بيخافوا ربنا، اللي مليانين نعمة، الأمم اللي ممكن يكونوا سبب بركة لينا. كنيسة لم تخلو من القديسين طول عصورها، دلوقتي طبعا كتير، لكن يمكن زمان في عصور صعبة برضو كنيسة لم تخلو من القديسين. وكان أليشع من ضمن أنشطة الروحية، مش بس الوعظ والاجتماعات كل أسبوع وكده، لكن الافتقاد كان يلف في الأماكن. طبعا زمان ما فيش يعني مواصلات، فالناس بتمشي. الأغنياء عندهم بقى إيه؟ العربيات الخاصة بتاعتهم اللي هي الأتان، الحمارة يركبوا عليها دي توصل. لكن أليشع يمشي ويلف. طبعا بالليل حد بيمشي بالليل، مفيش نور وخطر. فلما يكون بيمشي بيفتقد من بيت لبيت، ويدخل يصلي، يشبع الناس، يكلمهم كلمة، يشرح لهم كلمة ربنا بركة. فكان بيعبر، واضح انه شونم دي جنب السامرة، وجنب الجبل اللي كان فيه اليشع جنب السامرة مسافة، يعني انا بقدرها مثلا 5 مايل ولا حاجة، يعني 8 كيلو 10 كيلو 6 كيلو في الرينج ده، لأن هي الست خدت الأتان ووصلت قبل الغروب ورجعوا في النور برضو، والكلام ده كان الظهر. فيعني السكة ساعة ساعتين توصل يعني، ومش سكة صغيرة، كانت راحت على رجليها، لكن محتاجة تركب الأتان. فبيقول إيه؟ ذات يوم عبر أليشع إلى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة. من أولها كده بيوصف الست دي إنها عظيمة، وعظمة دي جاية منين؟ يا ترى عشان من عيلة كبيرة؟ يا ترى عشان ناس أغنياء؟ يا ترى عشان عملت إنجازات كبيرة وبنت لهم حاجة، ولا عملت لهم حاجة كبيرة؟ إشمعنى امرأة عظيمة؟ تعالوا نشوف ليه هي امرأة عظيمة. أول حاجة يقول لك أمسكته ليأكل خبزا. كانت امرأة عظيمة لأنها كانت إنسانة باحثة عن البركة، دي أول حاجة. كانت إنسانة بتدور عن البركة، فبالنسبة لها ده رجل الله يعدي كده من غير ما يدينا بركة في البيت؟ لا، لازم يجي، لازم يأكل لقمة. يا ستي ما خليك زي غيرك، وانت فاضي هتقعدي تعملي وتطبخي وخلاص، هو جاي يعدي كده خلي يعدي ويمشي يشرب حاجه. لا، امسكته ليأخذ خبزا، ليأكل خبزا. بتفكرني بابراهيم لما شاف ربنا ومع 2 ملائكه وكانش عارف، غرباء، قام جري في عز النار بتاعه ووقع تحت شجره، قام لما شافهم وسجد تحت رجليهم، ضيوف ما يعرفهمش، ويقول لهم معلش عشان خاطري اتفضلوا تسندوا قلبكم بلقمه وتغسلوا رجليكم. شوفوا العظمه، عايز ياخد بركه. البركه في ايه؟ في الخدمه. البركه في تقديم المحبه للاخرين. البركه ان ده رجل الله. رجل الله ده ايه؟ هيدخل البيت هيصلي، يدخل البيت يقول لي كلمه ربنا، يدخل البيت تيجي معاه بركه ربنا. طب ده لازم ده نمسك فيه بقى، ما ينفعش اسيبه. امرأة كانت عظيمة لأنها باحثة عن البركة. في ناس إيه؟ تعزم زي ما بيقولوا يعني في مصر، تعزم عزومة إيه؟ مركبية. عارفين المركبية؟ اللي فاكرين زمان؟ زمان مصر ما كانش فيها طرق كتيرة، كانت فيها ترع كتير، فروع كتيرة من النيل. وكانت المركبية دول زي عربيات النقل دلوقتي. يعني أنا شفت الحاجات دي وأنا صغير. المراكب دي بتنقل الطوب وبتنقل الغلة وبتنقل كل حاجة من بلد لبلد. المراكب بتنقل، ما كانش فيه العربيات النقل. فالناس قاعدة كده والترعة هنا والمركب معدية. فتلاقي اللي قاعدين ايه؟ اللي في المركب يقول له أهلا وسهلا مرحب اتفضل. طبعا المركب ماشية في الترعة يعني ولا في الفرع النيل. وهم التانيين برضه يقول لك مرحب اتفضل. يعني مفيش نية أصلا إن لا حد هيتفضل هنا ولا حد هيتفضل هنا، بس هي بيسموها عزومة مركبية على الماشي كده كلام.
لأ، في واحد بيمسك في ربنا ويقول لأ، ده أنت لازم هتيجي، ده أنا لازم آخد بركة، مش هسيبك، مش هسيبك غير لما آخد بركة، مش اتفضل وبعدين هو ماشي كده، ما ربنا مش هيفرض نفسه على حد، فاتفضل وخلاص كلمة كده على ماشي. فاكرين تلميذي عمواس؟ ماشيين مع ربنا ولسه مش عارفينه، بس قلبهم عمال يكلمهم عن النبوات وازاي اتحققت في المسيح. بعدين يقول لك قلبهم كان ملتهب فيهم فمسكوا فيه بقى، وهو عامل نفسه مكمل. قالوا له لا، ده انت لازم تيجي البيت عندنا، الدنيا ضلمت، لازم تيجي البيت عندنا، لازم تدخل معانا. يا جماعه سيبوني اكمل. لا، ألزماه. طب لما ألزماه عمل ايه؟ التزم ودخل وباركه. لما يكون واحد كده جد يمسك انجيله ويقعد يقول له رب تعالى اقعد معايا، هيجي يقعد معاه. واحد جد مش بيقرا الانجيل على الماشي ولا بيصلي على الماشي، يدخل مخدعه ويلزم ربنا يقول له تعالى باركني، زي ما كنا بنقول في الترتيله دي، انا عشان كده اخترتها. لا اتركك ان لم ايه؟ تبارك. زي يعقوب كده فضل ماسك فيه، قال له دي فرصه، لازم تباركني، سيبني لازم تباركني. وفضل لحد لما خد البركه، يقول لك فباركه هناك. فواحد عارف قيمه البركه وبيدور عليها وبيمسك فيها وبيدور عليها. طب اشمعنى النهارده كنا اقامه العذر في الانجيل القداس، اشمعنى يقول لك ايه كان يسوع يحب مريم ومرثا اختها ولعازر، وكل ما يروح بيت عنيا ايه يروح عندهم، ويا ربنا بيميز يعني بين الناس؟ لا، بس ده البيت اللي بيدور على البركه ومصمم لازم يروح، بيلاقي فيه واحده زي مرثا بتحب تقعد تسمع كلام، وفي ناس مش فاضيين هيروح يفرض نفسه عليهم، هم مش فاضيين لهم، مش عايزين يسمعوا كلام، مش متشوقين يسمعوا كلام. كان في ناس ثانيه متشوقه بتدور على البركه، في نهضه في الكنيسه الفلانيه. طبعا يعني احنا عندنا هنا يعني ربنا بعد بقى عن النت كل حاجه، اللي عايز يدور يلاقي بالاف عشرات الالاف ومئات الالاف من العظام يدور وياخد. لكن يمكن في مصر تلاقي مفيش، كل اسبوع في نهضه في حته، واقدر اروح هنا واقدر اروح هنا واقدر اروح هنا. اللي بيدور على البركه ده دايما تلاقيه شغوف انه ياخد ويتزود بالبركه. هي كانت امراه عظيمه عشان كانت بتدور على البركه، وربنا ما يحرمهاش من البركه. زي ما بقول لكم مريم ومرثا ولعازر، المسيح عنده استعداد يجي لنا كل يوم. كل واحد بيدور على البركه المسيح هيجي له، كل واحد هيطلب البركه المسيح هيجي له. يجي الكنيسه يعمل خدمه صغيره محدش شايفه، جه بدري ينظف ويرتب وعمل بركه، واحد بيدور على البركه. ما انساش انها طفل صغير، يمكن في اخر ابتدائي او اعدادي، كنا في كنيسه في الارياف، كان في اب كاهن واحد، فكان مش فاكر كان ايه السبب، يعني كان مسافر او حاجه، حاله نادره كانت. فكنا طبعا ببخوميوس، فبعت اب كاهن تاني يصلي مكانه. أنا دخلت الكنيسة، طبعا الكنيسة يعني بسيطة صغيرة، وكان في الصيف دايما احنا فاتحين الشبابيك، كنيسة سرية وعشان تهوي، وفي الشتاء بنقفل الشبابيك عشان البرد. فطبعا فتحة الشبابيك دي بتخلي الكنيسة ايه تراب يعني مردومة. فالصبح أنا رحت الكنيسة لقيت أبونا راجل عجوز كبير في السن وعجوز وماسك قماشة ولا لفافة ولا حاجة زي كده، وعمال ينظف الدكك، جاي بدري قبل ما حد يجي خالص. وأنا كنت متعود أروح بدري أعمل أوربان مع أبونا ولا حاجة، وبابا يعمل التسبيحة وأنا أعمل أوربان، كنتش لسه حافظ تسبيحة. فلقيته بينظف الدكك، فأنا ببساطة كده تلقائية بقول له عنك يا أبونا، أنا عايز آخد بركة، أنت ممكن يعني هات قماشة تانية بنظف الناحية التانية. هما كلهم كانوا
وست دكة كان حالي وست دكة كان حالي بس هو بينظف. فأنا علقت في ذهني الكلمة عايز ياخد البركة. هو بياخد بركة، هو لما يعمل حاجة في الكنيسة ياخد بركة، هو فاهم فاهم قيمة البركة. الناس اللي بيبحثوا عن البركة دول يتمموا بركة ويبقوا بركة للآخرين. فست الشونامية دي بتدور على البركة، قاليش على عدي أمسكته ليأكل خبزا، وكل ما كان يعدي تمسكه علشان يجي وتعمل له أكل وتريحه بيسافر الرجل يعني. فهي يبقى محطة، بيتها ده بقى محطة، يعدي دايما تقول له مش ممكن تعدي من غير ما أشوفك، ما أشوفك هو وتلميذه وتوكله. في ناس كده بتدور على البركة، مشتركين في احتياجات القديسين. القديس بولس الرسول بيقولها، مشتركين في احتياجات القديسين اللي هم الناس بتوع ربنا اللي بيخدموا ربنا، مشتركين في احتياجات القديسين في المعتاد يعني. فعش كان في الحاجات دي بس في المعتاد يعني دايما اي مكان بنروح ونصلي فيه ما فيش حاجه اسمها حد يعني من مجانا اخذت مجانا، ما فيش حاجه اسمها ناخد فلوس. وانا الناس بتتضايق وبتزعل بس يعني اتفاق كده ما فيش حاجه اسمها ناخد فلوس. فمره كنت عند حد اول مره اروح، كنت جديد يعني وشعب جديد عليا بمدرسه انت. وبعدين بعد ما خلصت كنا بنصلي قنديل، بعد ما خلصت بس لقيته بيديني فلوس، فقلت له معلش يا دكتور فلان. فبصيت لقيته راح قايل لاهلي، قال لي مشتركين في احتياجات القديسين ما تحرميش من البركه دي. سكت ما عرفتش اتكلم. طب انا يعني اديني يعني السماح ان انا اتصرف اوزعها بطريقه، قال لي زي ما انت عايز بس اديني البركه دي ان انا ابقى مشترك في احتياجات القديسين. واحد فاهم يعني ايه البركه، بيخدم بيقدم بحب بحب. زمان قوي اول ما دخلت الخدمه كان يمكن سنه 79 ولا حاجه، فكان قالوا لنا تلموا الاولاد بالتاكسي علشان مدارس الاحد قبل مدارس الاحد. ف حطوني مع واحد اخ انا راح اسمه دلوقتي، كان اصغر مني سنه بس يعني كان هو اللي ماسك الدوره دي قبلها. كانت مدارس الاحد متقسمه لمجموعه دورات يعني، وكل دوره بتاخد منطقه بتجيب مثلا منها 15 ولد وبنت او حاجه زي كده او 20. وفي اخر الشهر بعد في اخر اربع اسابيع مره في الشهر نروح بكوبون صغير كده نلف على البيوت نلم الاشتراكات. انا فاكر كان 10 سيارات وقتها حاجه زي كده، اللي يعني اشتراك بتاع التاكسي يساهموا فيه الناس يعني عشان خاطر بتتكلف على مدارس الاحد على خدمه. فالاخ اللي كان معايا ده بيعرفني الدوره كشف الخريطه بتاعه، وبعدين هنروح لده وبعدين نروح لده وبعدين نروح لده. قال لي دي على طول يعني احنا بنديهم الكوبون بدون 10 سنه خلاص ونلم الاشتراكات ونديها لامين الخدمه. قلت له طيب. واحنا ماشيين بصيت لقيته بيقول لي بقى البيت اللي جاي ده مش هتيجي ابدا من على السلم، مش هيرضوا، هيمسكوا فينا هيمسكوا فينا ويدخلونا غصب عن عينينا. قلت له احنا عندنا وقت كده؟ ده عندنا 15 17 بيت هنفوت عليهم ولازم نخلصهم ونرجع. كنا طلبة في الجامعة يعني، كنت لسه سنة 80 كان كنت لسه داخل الكلية. قال لي حاول ما تدخلش. وبالفعل خبطنا الباب، انا فاكر كويس وقفت تحت على بعد 5 سلمات بعيد علشان خاطر ما يعني تبقاش في فرصه. ففتحوا اول ما شافونا اتفضلوا. لا يمكن ونزلوا جابونا قبضوا علينا احنا الاثنين ودخلوا، ولازم تشربوا حاجه ولازم كذا. ناس يعني عايز تاخد بركه عايز تخدم عايز ما ينفعش
عايزه تاخد بركه. الناس دي بتفكر عارفه ان اي عمل محبه زي كده فيه بركه، العيله دي بركه. والولدين اللي احنا كنت بجيب صغير وقتها كان كبير في اعدادي وصغير في ابتدائي، دلوقتي اثنين مبروكين خالص خدام الحلوين في الكنيسه وربنا يبارك فيهم. بيت فيه بركه، بيت فيه بركه، انه يعني باحث عن البركه. الست دي كانت دايما كده باحثه عن البركه. مش ممكن رجل الله يعدي، ما هي رجل الله ده هيدخل البيت هنصلي الانجيل تحل بركه ربنا، ما تحل بركه ربنا. افوت حاجه زي كده ليه؟ البركه تبقى في ايه؟ البركه تبقى اول حاجه في خدمه الاخرين. لما اخدم الاقي بركه، لما ادي، مع ان الناس ممكن تقول لك لا ده العطاء دي حاجه بتنقص، انا بنقص بدي من اللي عندي في اللي عندي ينقص، لا ده العطاء يزود البركه. ربنا يبارك حتى في القليل الذي عندنا. البركه كمان في الطاعه، لما ربنا يقول لنا حاجه ونسمع ونطيع حياتنا تتملي بالبركه. ابراهيم اطاع ربنا خلاه بقى بركه، مش بس بركه وخلاه بقى بركه. فالبركه دايما في طاعه وصيه ربنا. ايضا البركه في الالتصاق بربنا دايما، لان هو مصدر البركه. الالتصاق بالكنيسه، لان ينابيع البركه موجوده في الكنيسه. والالتصاق بالقديسين كلهم بركه، حياتهم بتشاع بركه. فالمراه الشنانيه دي كانت كده فرحانه ان اليشع بيعدي عليها، وبالتالي بركه كبيره، بركه كبيره ان اليشع يعدي عليها. لازم طيب تكتفي بكده؟ لا ما تكتفيش. عايز اقول بس حاجه في السكه عرفناها، انه كانت بتروح لاليشع بانتظام في رؤوس الشهور، في يوم السبوت، في الاعياد، منتظمه. ده يوازي الانسان في الوقت الحالي لو طبقناه علينا، يوازي الانسان المنتظم في الصلاه، منتظم في الاصوات، منتظم في التناغم، منتظم في حضور الكنيسه، في برنامج روحي. مفيش حاجه اسمها الدنيا ماشيه كده لما تيجي مره ولا بالبركه. احنا بنقول بالبركه اللي هي مش بركه، العشوائيه مش بركه، الانتظام هو البركه. البركه في الانتظام. الست دي كانت بركه لانها منتظمه، عندها برنامج ثابت للتغذيه الروحيه. في بركه. ثالث حاجه طلب الطلب زياده، عايزه تاخد زياده. فرحت ايه؟ شوفوا كده مكتوب ايه. فقالت لرجلها، راحت تتحايل على جوزها. احنا هنتكلم كمان شويه عن جوزها ده. قالت لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. جوزها رجل ملوش في الكنيسه، رجل بزنس مان، عنده حقل وعنده حقول كتيره وغلمان، عنده مشغول ومكتفي ان مراته بتروح. هو ما يعني مراته دي بتاعت رجل، خليها تصلي. في ناس كده. وبعدين هي بتدور على البركه، هو مش يعني مش في باله قوي. بس خلوا بالكم ان هي مش متذمره عليه، مش بتكرهه، مش بتلومه، مش بتوبخه، مش شايفاه وحش ابدا، مش بتدينه. هي شاكره ربنا عليه، ده راجل طيب، ده كفايه ومش مخليني محتاجه حاجه، وبيسمح لي ان انا اروح الكنيسه بانتظام، بيسمح لي وبيبعت لي كمان التاكسي ولا العربيه الملاكي بالسواق الاتان بالغلام، ها؟ بيخليني اعمل كل حاجه. فنشكر ربنا. عمرها ما اشتكت ولا راحت لاليشع تقول له جوزي ما بيعرفش ربنا. عمرها ما جابت سيرته بحاجه وحشه، وعايشه في سلام معاه وفي تواضع وبتصلي له. بس طبعا موقف زي اللي هي بتفكر فيه ده لازم اذنه، يعني لازم هو اللي هو صاحب الشغل بيصرف وبتاع. رايحه تقول له ايه؟ تقول له انت عارف رجل الله؟ لا ماله يا ستي؟ رجل الله، رجل القديس ده اللي بيعدي علينا. قال له الا ايها اللي بتعمله لك؟
ها عايزة ايه؟ اقنعني. كنت بقول ايه؟ انت عارف ان هو بيجي كتير وبيعدي وكده، وساعات الدنيا بتبقى ضلمت، وده راجل يعني راهب وينام في اوضه لوحده، ما يقدرش ينام عندنا، فلو تسمح يعني نبني له حته اوضه صغيره فوق الحيطه. طبعا هي الحيطه ما يبنيش فوقها اوضه يعني، بس هي عشان تسهل القصه بتقول له كده، بتقول له نبني له حته اوضه صغيره فوق الحيطه، حته اوضه صغيره كده، نحط له حته سرير على دولاب على كرسي على مناره كده، عشان لو جه وعدى وكان الدنيا ظلمت وبالليل بدل ما يسافر في الليالي يقعد ينام فيها. فهو الراجل ايه؟ جزء فاهم يعني، هي غاويه الاتجاه ده يعني، غاويه تخدم الناس بتوع ربنا وغاويه. طلع يعني هو ده يرضيكي يعني انت اللي عايزه كده؟ قلت له يعني لو سمحت يعني. قال لها ماشي. ها؟ قال لها ماشي. هو جوزها برضه ممكن يكون حاسس ان الست دي بركه في حياته يعني. هو مش قد كده في الحياه الروحيه، بس يعني هي البركه بتاعت البيت، وهي ست سلاميه مش معكنين عليه حياته، مش يعني دايما خاضعه ودايما محبه ودايما تخدم ودايما ما يعني بتتعامل معاه بتواضع وبحب، فهو عايز ايه اكتر من كده؟ فقال لها حاضر. المهم فرحانه بقى بانيه الايه العليه لأليشع عشان يجي ايه؟ يعدي ويسكن، بقى في مكان ثابت لرجل الله في البيت. فده إشارة لوجود ثابت لربنا في حياتنا، الإنسان مش بس ياخد البركة كده كل فترة وفترة، لا، ده في مكان ثابت لربنا في حياتنا، في قلبنا، نخصص له مكان، لازم يكون موجود، ده بتاعه، قلبنا ده مكان، ده بتاعه. فهي بنت الإيه؟ عملت العليه دي، وبقى ليشع كلما جاء يميل ايه ويضطجع في العليه دي يعني. فدي برضو ايه من اسباب عظمه الست دي، ان هي كان ربنا له مكان ثابت في ايه؟ في حياتها، وحريصه كانت على كده، كانت جاهزه لربنا مكان ثابت في قلبها. برضه من اسباب عظمتها زي ما احنا شايفين دلوقتي ان هي كانت دايما تعرف تكسب جوزها على الرغم من الاختلاف الواضح في الشخصيه بتاعته. يعني هي ليها اهتمامات وله اهتمامات اخرى، اهتماماته ماديه يعني عموما ماديه، مشغول بشغله، وهي اهتماماتها روحيه واهتماماتها بتدور على البركه. هو البركه عنده ان الفلوس بتاعته تزيد وان الحقل يجيب محصول كويس والشغل يكسب، هو دي البركه بالنسبه للراجل اللي على المستوى المادي. هي البركه بتاعتها حاجه ثانيه، البركه بتاعتها تقعد تسمع كلمه ربنا، ان رجل الله يجي يصلي في البيت، يعني البركه بتاعتها. فاختلاف كبير بينهم في الشخصيه، ومع ذلك ما كانتش خسرانه، كانت كسبان، واسلوبها اسلوب حكيم ولطيف ومتواضع. ودي سر عظمه الانسان اللي يعرف يكسب كل الناس باسلوب هادي ولطيف وحكيم ومتواضع. نقطة كمان جميلة، كانت إنسانة عظيمة لأنها كانت متواضعة جدا. أنا عايزكم بس تاخدوا بالكم من الحديث اللي جرى ده، بيقول إيه؟ إنه في يوم من الأيام عدى، وبعدين بعد ما عدى كتير واكل كتير ونام كذا مره يعني في العليه بتاعتهم، وبعدين ايه؟ زي ما الاباء يعلمونا ان ربنا ما يسيبش نفسه مديون، يعني احنا نتعب ولا نخدم ونفتكر نفسنا عملنا حاجه، نلاقي ربنا غرقنا بحب وعوضنا 100 ضعف، وده وعده يعني. كل من ترك أبنا وأمنا أو أخنا أو أخنا أو أختنا أو زوجة أو أولاد أو حقول من أجلي ومن أجل الإنجيل يأخذ في هذا الدهر 100 ضعف، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية 100 ضعف، بركة يعني لا نهائية. فأليشع قال لجهزي، قال له الست دي ادعوا هذه الشنامية، فدعاها. هتلاحظوا شويه يعني حاجه غريبه شويه ان أليشع ما بيكلمهاش بشكل مباشر، يعني بيقول لك احزي وبيحزي يقول لها وهي تقول لك احزي وبيحزي،
جحزي في الوسط. هو كان متحفظ يعني ومتعفف يعني بزيادة لأنه كان متزوج، جحزي متزوج، فيعني يتكلم هو يتعامل مع الناس، وإليشع كان يتكلم بحساب. فقال له إليشع بيقول لجحزي: قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، يعني انت تعبت نفسك كتير كتير، فماذا يصنع لك؟ قولي اي حاجة اعملها لك، انا عايز ارد حاجة من الجميل. هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس الجيش؟ طبعا دول ايه؟ اكبر الرؤساء في البلد. ودول كان إليشع يشاور بس، الملك كان إليشع بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، درجة ان لما إليشع وهو بيموت الملك بقى يبكي زي الأطفال ويقول له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، ده انت الجيش بتاعنا، انت الجيش بتاعنا. فكان يعني أي حاجة إليشع هيطلبها هتجاب. هي سمعت كلمة الملك ورئيس الجيش اتخضت، هي مش بتفكر في كده، دول ناس كبار قوي وهي ست غربانة. فرحت رد بتقول ايه: انما انا ساكنة في وسط شعب، ده انا واحدة من عامة الشعب، انتوا بتقولوا لي ايه؟ رئيس الجيش، الملك، دي حاجات كبيرة، ده انا على قدي، على قدي، واحدة على قدي. فكانت شخصية متضعة جدا، حاطة نفسها في اخر الصفوف، حتى لما إليشع وعدها بان يكون لها ابن استكترت على نفسها، قلت له: لا لا لا، ما تكذبش عليا، ما تضحكش عليا، ما انا ما ده كتير عليا، فاهمين قصدي؟ ده كتير عليا، مستكتره على نفسها. دي ده القلب المتضع اللي حاطط نفسه في الاخر، بعكس المتكبر اللي يقول لك: انا هم مستهونين بامكانياتي، مش مقدرين، مش مقدرني، they are underestimating me، دول ما مش عارفين ان انا لو عطوني فرصة في الخدمة انا هعمل وهسوي، انا امكانيات اكبر من كده بكتير. المتضع دايما حاسس نفسه ان هو يستاهلش، حاسس نفسه ان هو حاطط نفسه في اخر الصفوف، مع انها رجل الله اللي الملك ورئيس الجيش بيطيعوا اوامره، اي كلمة منه رجل الله ده بيجي عندها البيت وبيجي عندهم كتير وبيبيت عندهم ساعات. ايه ده؟ عمرها ما قالت ايه؟ طيب انتوا عارفين من كلام ده يمكن في مصر اكتر من امريكا، يقول لك توصل في وسط الكلام يقول لك: انا كان معايا مدير الامن على التليفون امبارح، وكنت في لقاء مع السيد المحافظ اول امبارح، والأنبا فلان يبقى خالي، دايما ناظرين إلى الأمور العالية، يعني دايما لو في علاقة قرابة أو صداقة أو ما فيش علاقة خالص، يعني مجرد راح تصور مع أسقف ولا راح تصور مع وزير ولا بتاع، تبص تلاقيه بينشر الصور دي مع الفنان الكبير كذا ولا معالي الوزير كذا، بتلاقيه دي عكس الانطباع. دي بقى المرأة الشنامية، رجل الله بيجي عندهم بيت وهي مش أحسن من غيرها، وعمرها ما افتخرت قدام الناس ولا اللي حواليها إن رجل الله بيجي بيت عندنا، ده إحنا حاجة، إحنا أعلى من الباقيين، لا خالص. عشان كده إليشع لما مجرد بيسألها يقول لها: طب اطلبي، عايزة أي حاجة إن شاء الله من الملك أو من رئيس الجيش وأنا أعملها لك. هي ما طلبتش طبعا ومش بتفكر في كده، مش بتفكر ان هي تستاهل اصلا ان يكون رئيس الجيش ولا الملك يعمل لها طلب، هي مين ان هي؟ دي واحده من عامة الشعب. فالعظمه طريقها يبتدي بالاطلاع، يبتدي بان انا احس ان انا ولا حاجه وربنا هو اللي بيديني النعم، طب انا عندي موهبه ربنا اللي بيديني، طب انا عندي امكانيه كويسه دي ربنا اللي اعطيها لي، انا غلبان، انا انيه خزفيه، وهو بيحط كنوز نعمته فيها، فالقيمة في الكنز مش القيمة في الآنية، الآنية دي خزفية وترجع للتراب، لكن النعمة بتاعت ربنا هي اللي مخلية الإناء له قيمة، النعمة اللي جواه هي اللي مخليها له قيمة. كانت شخصية متضعة جدا،
ايه تاني؟ احنا قلنا ان هي ايه؟ بتكسر جوزها باسلوب حكيم. نمرة خمسة ان هي شخصية متضعة جدا، حط نفسها في اخر اسلوب. نمرة ستة، كانت عظيمة لان هي مش عايشة على مستوى الجسد لكن على مستوى الروح. واللي عايش على مستوى الروح يطلب غذاء الروح، ما يطلبش كتير غذاء الجسد، ويطلب شهواته كلها شهوات روحية، ملوش أغراض في الدنيا، ملوش أغراض مادية. طيب يعني اللي عايش على مستوى الروح ده يعني مش عايش في الجسد؟ أيوه عايش في الجسد لكن مش بيسلم حسب الجسد. طيب معلش يعني مش الجسد له احتياجات؟ ما عندوش مشاكل؟ ما عندوش متاعب؟ ما عندوش أمراض؟ ما عندوش مشاكل بتؤرق حياته؟ لا موجودة بس هو فوقها، هو مش مخليها تؤرقه. هو عنده ممكن متاعب لكن مش حاسس بيها لأن هو مركز في حاجة تانية. أنا بقول الكلام ده على أي أساس؟ الست دي العجيب جدا جدا والملفت للنظر إن عندها مشكلة كبرى في حياتها وعمرها ما كانت تفكر فيها ولا تتكلم فيها. ما عندهاش عيال، دي زوجة متجوزة بقى لها سنين ما عندهاش عيال، وكبرت وجوزها شيخ ما عندهاش عيال. طب ما انت يا رجل الله اللي بيفتح السماء وبيقفلها بيجيك، طب ما تطلبي منه؟ ابدا، ولا مره فتحت الموضوع معاها ولا مره. شوفوا جالها كم مره. احنا النهارده بقى لو حد يعني متجوز وبقاله سنتين ثلاثه وما خلفوش وبتاع وعايزين عيال، تبص تلاقي مفيش حته ومفيش اب كان الا لما صلي لنا ابونا عايزين كذا صلي. انا بقول ده غلط بس انا بقول لكم شوفوا اهتمام، الاهتمام رايح على فين. دي ما كانش عندها عيال وما طلبتش ولا مره ولا عرضت الموضوع كمشكله، مع ان اي ست عندها الامومه حاجه كبيره مش قليله، حاجه كبيره في حياتها، كبيره جدا. والست اللي ربنا بيدقش ولادها تلاقيها عايزه تفرض الامومه، عايزه تمارس الامومه بتاعتها مع كل طفل، مع كل طفله، مع كل الاولاد اللي في العيله. يعني في ناس عندهم الروح الحلوه دي تاخدها من ناحيه ايجابيه، وفي ناس يعني يعيشوا متحصرين وتعبانين وازمه في حياتهم. الست دي عندها اكيد روح الامومه، ومع ذلك ما حسستش أليشع في يوم من الايام، ولا طلبت، ما حسستوش ان هي محتاجه حاجه ولا ان دي مشكله في حياتها خالص، ما فكرتش فيها، ما فكرتش. هي مشغوله بربنا فشبعت. هي اشتياقاتها الروحية وعشرتها مع ربنا شبعتها فاستكفت وشكر ربنا. ربنا هو اللي بيدي، ربنا هو اللي ما بيديش، وليكن اسم الرب مبارك. ومكتفية بأن هي عايشة في نعمة وفي بركة، وأن في أليشع موجود في الجيل بتاعها. كويس أن ربنا بعت لنا واحد زي أليشع في الجيل بتاعنا. بس طب يا ستي ما بتفكريش كده؟ لا لا لا، أنا فرحانة بربنا، أعطاني ما أعطانيش أنا شبعانة بيه. ده اللي عايش على مستوى الروح. ممكن يكون عنده احتياج مادي أو معنوي أو عايز أي حاجة، وممكن تبص تلاقيه تعبان ومتضايق عشان الاحتياج ده احتياج مريح. لو هو إنسان شبعان بربنا كويس، الزن أو الأنين بتاع هذا الاحتياج يهدى خالص، يبقى الإنسان شوعان خلاص مش محتاج. لدرجة إن أليشع سنين طويلة يعدي عليهم وهي ما تطلبش منه وما تقولوش. وأليشع يمكن عشان راهب برضه مش واخد باله إن مفيش عيال في البيت، مش مركز يعني، مش واخد باله. هي ست يبقى يدخل يقرأ الإنجيل يصلي تعمل أكل يرتاح شوية ويقوم يكمل مشواره خلاص، مش واخد باله ما عندهاش عيال. عندها مشكلة كبيرة زي ما بقول دي عند يعني الغالبية العظمى من أي سيدة متزوجة، مشكلة مش سهلة، لكن عندها
كملتش. وقال لي شعر، قال لها اطلبي، ما طلبتش. طب اطلبي اي حاجه، ما طلبتش. ايه خلاص شبعان، ما طلبتش. بعدين اللي اكتشف او اللي نبه اليشع جحزي، هو متزوج عنده عيال، فانتبه ما عندهاش عيال. فقال له على فكره، قال له على فكره دي ما عندهاش عيال. قال له صحيح، طب ايه سهل، دي في ايدينا، هاتها. فرع جايبها. قال لها نحو زمان الحياه، زي دلوقتي السنه الجايه تحتضنين ابنها، زي ما بيكون بيسكر في السنه. الكلمه امر، هي كانت مفاجأة ليها، هي خلاص ممكن يعني كبرت، ومع ذلك ما بقتش، بقت مستكترة على نفسها. وفعلا السنة اللي وراها كان في حضنها ابن. يا حاجة لا تقدر بثمن بقى، يعني هي بتتعب في تعمل أكل ولا بتاع، كلفت قد إيه، بس ربنا عطاها حاجة بقى أعظم من كل الأمور المادية. عطاء إنسان حي جديد، عطاء حاجة دايما عطايا ربنا كده، مش على قد مستوى عطايا البشر، يدي بيدي حياة جديدة، يعطي الروح القدس للذين يسألون. فكبر الإب زي ما قرينا في القصة، هنلاحظ إنه الأب مجهول برا البيت. قبل زي ما قلت لكم بزنس مان في زمان، يعني عنده حقل، ده البزنس بتاعه. وجه موسم الحصاد، فموسم الحصاد ده ايه طبعا، يعني ده اللي يعني تعب السنه كلها هنحصده، فلازم نركز، ما تكلميش في اي حاجه ثانيه، لازم اركز واتابع. بيبقى الحصادين والغلبان طبعا، ده موسم بيبقى مايو يونيو، بيبقى الشمس شديده يعني. والولد انا بتوقع ان هو 5 سنين 6 سنين بيعرف يتسحب كده ويجري يعني ويروح. فراح لباباه، وباباه مش منتبه له، محدش انتبه له، ضربته الشمس. فراسي راسي راسي، راح لبابا قال له راسي. فقال للغلام ايه، ودي له سوري الكلمه بالظبط كده، احمله لامي. ده ابنك الوحيد بيقول لك راسي، الولد شكله تعبان، واخد ضربة شمس شديدة. طب وأمه هي دي المستشفى، طب هتعمله إيه أمه؟ ما هي غلبانة، لا ما حلتهاش أي حاجة تعملها. الولد شالوه، مش قادر يتحرك، شالوه شيل ودوه لمامته، مش عارفة تعمل إيه، حطيته على ركبها وطبطب عليه، مات. بس رد فعلها بقى بيبين قد ايه ايمانها، قد ايه عندها وعي روحي عميق. مش هتلوم جوزها، مع انه طبعا جوزها يلام طبعا في موقف زي كده، ان يعني حصاد ايه اللي انت بتعمله، ابنك بيموت، طب ما تسال عليه. والعجيب ان هي طبعا عشان ليها علاقة قوية بربنا كان في قلبها سلام. طبعا شيء صعب، ابن شيخوخة وابن وحيد ويموت، يموت على رجلها، ومع ذلك مسكت نفسها وقالت أنا خدت من إيد ربنا، هلك إلى ربنا، تلك إلى ربنا يعني إيه؟ أروح لأليشا. فبعتت لجوزها، بعتت له غلام من اللي بيخدمه في البيت، بعتت له في الحقل وقالت له انا عايزه اتان وغلام يجي معايا عشان هروح لاريشا رجل الله. تخيلوا الراجل مش مثلا يسال على ابنه اللي كان عيان، هو مش مركز، قال له هو النهارده ايه في الايام، هو مشغول يا عيني من كتر الشغل، قال له هو النهارده ايه في الايام، النهارده السبت، النهارده مش السبت، هتروحي تعملي ايه؟ النهارده مش رأس الشهر. قالت له معلش خير، كلمة سلام دي يعني خير، قالت له خير خير، ما رضيتش تقول له.
ما هو اصلا هم مش مركز ومش مهتم. في نفس الوقت تشيل الحاجات التقيله وتسيبها لجوزها على قد ما يقدر يشيل. ده مستوى روحي عظيم، مستوى تربوي، ان انا ما اقعدش مثلا يعني لو في مشكله مع حد من ولادنا ممكن ارمي على شريك حياتي او ارمي على شريكه حياتي ولا اشوف انت بقى انا مش فاضلكم، او انت ما تشوف ولادك. هي شالت التقيل، شالت الولد مات وهي شايله المسؤوليه هتاخده او تكلم رجل الله، وما رضيتش تحمل على جوزها، وجوزها يعمل ايه اخر؟ بس خدت الولد حطته على سرير رجل الله، قالت انا يوم ما خدته بوعده من ربنا خدته من المكان ده، احطه لك يا رب وخلص، الرب اعطى الرب واخذ. وراحت على اليشا قالت للغلام حتى ايه العباره المشهوره دي، قالت له ايه؟ قالت له سق وسر ولا تتعوق لاجلي في الركوب الا ما اقول لك. يعني طبعا لما هي تركب على الاتان تلاقي الولد ماسك الاتان وماشي بيه بالراحه عشان يعني ما يرجهاش ما يضايقهاش. فقالت له اجري الا لو انا قلت لك مش قادر، يعني اجري بينا علشان نلحق نروح. وبعدين أليشا واضح ان هو بيجي وقت الغروب كده، قبل الغروب بساعه بساعتين يطلع مثلا يتمشى، يصلي مزامير، يطلع يتمشى كده في الجبل. فمن بعيد ومن فوق لمحها جايه، فاستغرب. قال لي جحزي، قال له بقول لك ايه، هو ده تلك الشوناميه تقريبا اللي جاي مني مش الشوناميه؟ قال له اه تقريبا هي. قال له طب اركض اركض، هم اللبنانيين ما يكتبوش اجري، ما يكتبوش اجري، يقول لك اركض اركض يعني اجري، بس هم يستعملوا الفاظ احنا ما بنستعملهاش، زي حنطه مثلا، حنطه يعني قمح، احنا نقول قمح هم يقولوا حنطه، هم يقولوا اركض احنا نقول اجري او يجري، هم يقولوا يركض عشان هم لبنانيين اللي مترجمين فبيستخدموا الكلمه دي. قال لها اجري، قال له انزل الجبل اجري وقول لها أسلام لك أسلام لزوجك أسلام للولد. فالست كانت عظيمة في ضبطها لنفسها وضبطها لمشاعرها وإيمانها، قالت له سلام، ما رضتش تتكلم معاه. هنلاحظ إن هي ما رضتش تتكلم مع جوزها، ما رضتش تتكلم مع حد من الغلمان، ما رضتش تتكلم مع جحزي، هي تتكلم مع أليشع بس. يكون في مشكلة مش نروح بقى نفش غلنا مع صديق ولا مع حد ولا مع في حد، نبتدي مع ربنا ونكلم ربنا ونقول يا رب الموضوع ده بتاعك، انا حياتي دي كلها بتاعتك والموضوع ده بتاعك، والمشكلة دي انت هحطها بين ايديك وانت تتصرف، انا مش هقعد اشتكي للناس. الناس هتعمل ايه؟ في ايدهمش حد يعملهم، هيقولوا يا عيني معلش احنا متأسفين على اللي بيحصل لك، مش أكتر من كده، ما يقدروش يعملوا حاجة، يعني إمكانياتهم محدودة، ما نتوقعش منهم كتير كمان. فنلجأ لربنا. الست دي كانت عظيمة، على طول راحت على رجل الله رأسا، مع إن بعت لها جهزي عشان يسألها زي حس إن في حاجة، هي قالت له سلام. ابنها الوحيد مات وهي تقول سلام. فلما جاءت إلى رجل الله إلى الجبل نزلت بقى مسكت رجلي. وواضح إن دي زي تقليد كان عند اليهود، إن هما لما يكون حد عزيز عليهم جاي من سفر ياخدوا بالحضن كده من الرجلين، زي ما المريمات عملوا مع السيد المسيح، وزي مريم المجدلية لما مسكت رجلين المسيح. فأخدته كده من رجليه وقالتها له. طبعا هو جحزي يعني حاجة مش معتادة إن في واحدة ست تمسك رجلينها إيشا، فيقول لك تقدم ليدفعها، يعني هي ست ما بتعملش كده. ف
فإليشع رعى مشاعرها وقال له دعها لأن نفسها مر فيها والرب كتم الأمر عني ولم يخبرني. وحتى الناس اللي واصلين قوي قوي في الحياة الروحية مش كل حاجة يعني ربنا بيكشفها له، فهو مش عارف، ربنا ما كشفلوش. فرحت هي ايه؟ قلت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ ففهم. قلت له أنا ما طلبتش، يعني تبديني وبعدين يموت؟ الكلام اتفهم كده ضمن يعني، بس فقاليش عفهم. فقال لي جحزي قال له اجري روح بسرعة، أشدد حقاويك ده أنا ده هجري بقى، ها؟ وروح خذ عكازي بيدك وانطلق، ولو صادفت حد ما تسلمش عليه ولا، وتجري زي السهم لحد لما توصل وتحط العكاز على وجه الصبي. هي بقى ايه؟ قالت له لا لا، مش جحزي اللي هيجي، ده انت اللي لازم تيجي. حي هو الرب وحية هي نفسك اني لا اتركك، بكل ثبات كده قالت له حي، انا مش هسيبك، انا مش هاخد حاجه كده، انا عايزه يعني ايد ربنا هي اللي تتحط. جحزي ده اشاره للمجهودات او يعني جايه كده من بعيد، لكن هي عايزه ربنا بنفسه، عايزه رجل الله بنفسه يجي. مسكت فيه تاني وهي متعوده كده، هو ما يقولهاش لا، لانه عارف ان دي ست، عارفه قيمه حضور اليشع في بيتها، راح معاها. فقام وتبعها وراح وأول لها الولد، راح وأول لها الولد. فكانت قوية جدا في ضبطها لمشاعرها وانفعالتها. طبعا لما بيبقى في ظروف صعبة زي كده ساعات الإنسان غصب عنه مشاعر، طبعا عنده انفعالات. الخطأ إنه يخلي الانفعالات هي اللي تقود، أو يخليها هي اللي تتسيد الموقف. لا، الانفعالات موجودة والتعب موجود والحزن موجود، بس في حاجة مسيطرة، في إيمان مسيطر، في تعقل، في انضباط، في الروح اللي بتسلم كل حاجة لربنا بإيمان. فالحزن مثلا موجود والانفعالات موجودة عند ابنها، لكن هي منضبطة. واللي يدي فرصة للانفعالات يعني تعبر بزيادة كده، ده يعني يخلي يفقد الإنسان سلام ويفقد الجو سلام. في حين لما الإنسان يكون ضابط لإنفعالاته توصل تلاقي الجو كله جو سلام. وبعدين مسكت زي ما قلت في أليشع ولجأت لربنا، بس ما لجأتش لحد تاني، وبثقة في ربنا وبتصميم راحت وجابته. وبعدين أليشع أول لها الولد. فبعد ما أول لها الولد أول حاجة عملتها، يعني أليشع شوفوا كده، لما ما عادش خدتوا بالكم منها ولا لأ، وإحنا بنقرأ في الآخر يقول إيه؟ ادعوا هذه الشونامية. فدعاها ولما دخلت إليها قال لها احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت. جت تشكر الأول، تعترف بالفضل الأول. لما تاخد نعمة من ربنا قبل ما تقول الله دي حاجة حلوة تشكر الله، أشكرك يا رب، أنا غير مستحق كل النعم والبركات دي، أشكرك على نعمة، وبعدين أبقى أخذ النعمة وأستعملها. لكن ساعات ناس تركز في النعمة وتنسى إيد ربنا اللي عطتها بسخاء. فهي جات وسقطت على رجلي، مع إنه يعني لو في مخرج بيخرج فيلم يعني وجحزي رايح ينادي للست يقول لها ابنك حي، المخرج هيحط المشهد ازاي؟ انها داخله مش شايفه حاجه قدامها غير ابنها، ابن حبيبي ها وبالحضن كده ها. لا لا لا، كل حاجه منضبطه. طبعا هي ام وعندها انفعالات طبعا، بس كل حاجه منضبطه وايمانها فوق كل حاجه، وجايه تسجد تحت رجلين أليشع وتشكر وتشكر ربنا. وبعد كده أخذت ابنها وإيه وخرجت. فكان بتفكر إنه إيد ربنا
الحلوة تستاهل الشكر والحمد والتقدير، تفرح بيها وتشكرها قبل ما تفرح بالعطية اللي بتاخدها من الإيد دي. فمرأة شنامية امرأة عظيمة، لأنها زي ما شفنا كده، أول حاجة إنسانة كانت باحثة عن البركة، تاني حاجة كانت إنسانة منتظمة في برنامج روحي ثابت للتغذية الروحية، تالت حاجة كانت حريصة على وجود ثابت لربنا في حياتها، ليها له علية في بيتها، في بركة ثابتة موجودة جوه بيتها، كانت عايشة في سلام مع زوجها على الرغم من إنه في اختلاف كبير في الشخصيات بينهم، هي كانت كسبان وكانت يعني مرضياه، وكانت عمرها مش متذمرة عليه ولا تنتقده ولا تروح تفضحه قدام حد وتقول ده أصله كذا وأصله كذا وما بيعرفش ربنا ويا ما قلت له ده، ولا تقول كلمة وحشة عليه، بالعكس في إمكانياته كده، يمكن هي واخدة خمس وزنات وهو واخد وزن على قد الوزن دي، الراجل برضه طيب وعمل علية الرجل الله وبيسمح لها أنها، وبكرة ربنا يفتقده ويبقى يقرب أكتر منه ويتغذى روحيا شوية زيادة على قد الإمكان، بس كانت كسبة زوجها بأسلوب حكيم. رقم خمسة كانت شخصية متواضعة جدا، مش علشان هي تعرف رجل الله ولا ليها علاقة قوية بالكنيسة تبقى يعني، ولا ليها علاقة بحد له قيمة كبيرة في المجتمع في ذلك الوقت زي أليشع كانت تفتخر على حد، بالعكس كانت عمرها ما تكبرت، كبريادة زي ما تقول يبقى في القلب، إحساس في القلب، حسن هي من عامة الشعب، لما حتى سمع كلمة الملك ورئيس الجيش اتخضت وقالت لا دول ناس كبار، لا حاجة أنا في وسط عامة الشعب مش عايزة حاجة من حد. برضو كانت امرأة عظيمة عشان كانت عايشة على مستوى الروح، حتى احتياجات الجسد كانت شبعانة بربنا فما كانتش تفكر فيها، يوم ربنا يديها لها لما هي تطلب أولا ملكوت الله وبره هذه كلها إيه؟ تزاد لها من غير ما تطلب أليش على تعالي نحو زمان الحياة في المرة في السنة القادمة تحتضنين ابنا، عطاها العطايا المادية عشان هي طلبت الروحيات، ربنا عطاها الجسديات على البيعة كده، عطا هذه كلها إيه؟ تزاد لكم. نمرة سبعة كان عندها وعي روحي تربوي يسند بيتها ويسند أسرتها رغم أن زوجها كان يفتقر للحاجات دي، كان مشغول في شغله لدرجة أنه مش مهتم بابنه، وكان لما حصلت المشكلة والابن مات كانت قوية جدا في ضبطها لمشاعرها، وده اللي بيكشف الإنسان بقى، مش في الإنسان اللي عنده دي المواقف اللي بتكشف الإنسان قوي في إيمانه كده ولا هنهار وانفعالاته بقى هي اللي هتسيطر على الموقف. فكان عندها ثبات وإيمان وخلاها دايما في سلام وهدوء حتى وإن كانت الظروف قاسية جدا عليها. نمرة التسعة لما اشتدت الضيقة ما لجأتش لحد، ولا صرخت ولا لمت الجيران ولا اشتكت ولا راحت اتخانقت مع جوزها اللي أهمل، لجأت لربنا وربنا ما خيبش ظنها وجبر بخاطرها. وآخر حاجة لما ربنا أعطاها نعمة عظيمة إنه أغم لها ابنها من الموت، أول حاجة تعملها كانت تسجد وتشكر ربنا وتفرح بالإيدين الحلوة الحنونة اللي بتمسح دموعها وبتطبطب عليها وتديها بسخاء أكتر ما تفرح بالعطية ذاتها. بركة هذه الإنسانة العظيمة اللي من الناس بتوع الإيمان، أبطال الإيمان العظماء في العهد القديم، بركتها تكون معانا ولربنا كل ما هو كرم إياها. مش عارف إحنا وقتنا إيه. طيب إذا كان حد يحب يسأل أو يعلق حوالين الموضوع هو غير الهقية أو ما كانتش بتخلف، ده كان عار، كان عار عليها أن هي مش بتخلف صح. وحاجة كمان من ابتضاعها أن هي لما لقت الموضوع ممكن يبقى سهل مع أليشع النبي كانت قالت له عايزين نخاوي ولا مثلا ناخد ولد ولا بنت كمان، ما طلبتش تاني إلا ربنا عطاهولها فرحت بيه، ما قالتلوش طب ما انت ما دام بتقدر تديني واحد طب ما تديني اثنين ثلاثه يعني برضه اه. لا هي واضح ان اشتياقاتها ما كانتش اشتياقات ماديه، انما العطايا الماديه اللي ربنا بيديها لها زي الغنى او الاولاد تشكر ربنا على الموجود، ما طلبتش حاجه ماديه. طب المسيح لما كان في مره بيتكلم مع اليهود قال لهم لم يرسل إليشع إلا الاثنين، المرأة الشنومية
والعمال السوريين. هل ذكر المرأة الشرومية في الإنجيل ليها ولا لإليش عمالي؟ لا، هو اللي حضرتك تقصده دي في لوقا 4 ما كانش فيها سيرة المرأة الشرومية خالص. المرأة الشرومية ذكرت في العهد الجديد، كانت صرفة صيدة بالظبط. المرأة الشونامية ذكرت في العهد الجديد في الآية اللي أنا قريتها في الأول في عبرانيين 11 اللي هي أخذت نساء أمواتهن بقيام اللي هي. لكن في لوقا 4 هم كانوا السيد المسيح دخل المجمع ودفع إليه سفر إشعياء وقال أرى فيه الجزء بتاع مسحني لأبشر المساكين لأكرز للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر وأنادي بسنة الرب المقبولة. فهما وبعدين بعد ما خلص الباراجراف يعني أرى طوى السفر وسلمه للخادم وقال اليوم تحقق هذا المكتوب في مسامعكم. ففي ناس قالت له إيه؟ أيها الطبيب إيش في نفسك؟ يعني شوف لك كلام تاني، روح دور تاخذ وعظنا إحنا، روح إيش في نفسك لو عملت فيها طيب. يعني ما عجبهمش الكلام، مفيش إيمان. فقال لهم إنه ممكن يكون النور موجود بس الناس عايشة في ظلام لأنها قافلة على نفسها، وما يستفادش بالنور إلا اللي عنده إيمان. وراح ضرب لهم مثل أو مثلين. أم مثلا كان في أرامل كتير في إسرائيل ولم يرسل إلي إلا إلى واحدة بس كان عندها إيمان، خدت بركة إلي. طبعا في أرامل كتير كان ممكن إلي ربنا يبعث إلي ليهم، عندهمش الإيمان بتاعها. أول ما قال لها اعملي لي أنا أولا، وربنا بيقول إن كور الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. ده كلام يعني لا يعقل، كلام اللي قاله إلي ده لا يعقل. ده ما عندهاش إيمان. هتقول له انت تضحك عليا، نعمل لك وعده وانت تاكل وانا اموت انا وابني، ما احنا ما فيش مطر بقالنا شهور وسنين. كلام مش معقول. قالت له حاضر، كان عندها ايمان. فهي اللي خدت بركه اليه، هي اللي خدت بركه اليه. ويقول كان في ناس بورس كتير في اسرائيل ولم يشفى واحد الا نعمان السوريين. نعمان السورياني آمن، آمن في كلام بنت صغيرة كان عندها إيمان. أنا دي قصة تانية، دي عايزة مرة تانية ناخد نعمان السورياني، يعني مرة تانية في قعدة روحية كده يوم سبت وناخد نعمان السورياني. نعمان السورياني ده قصته روعة، يعني بنت صغيرة اقتنع والبلد كلها اتحركت، أجهزة الدولة وجواب من الملك والجيش، أجهزة الدولة اتحركت على كلام طفلة بتقول له في عندنا رجل الله هيشفيك. والراجل كان راجل متواضع عنده إيمان، ولما قالش ما رضاش يقبله في الأول اتضايق وكان هيمشي. وبعدين إيه الناس اللي معاه قالوا له يا أبانا، كان واضح إنه عامل علاقة حلوة حتى مع الجنود يعني بتوعه، قالوا له يا رب أنت طلب صعب، ما كنت عملته ده طلب بسيط، نعدي على نهر الأردن وتنزل تغطس السبع مرات اللي قالك عليه. فيقول لك رجع لحمه كلحم صبي صغير. ايه ده؟ ورجع لأليشع وقال. فكان عنده إيمان وعنده طاعة. فعايز يقول لهم السيد المسيح في حديثه، يعني عايز يقول لهم أنا موجود أهو، بس المفروض يبقى فيه إيمان وفيه طاعة. لو ما فيش أنا موجود، في ناس هتؤمن بس يمكن بقى مش انتم. بدل بتقولوا لي يعني مش عجبكم كلامه ايها الطبيب ايش في نفسك؟ اوكي، اروح اشتغل في كفر نحو. وراح اشتغل وناس كثيره من البوسطاء القرى اللي راح افتقدها امنت وحبوا الكلام عن الملكوت وامنوا بيه. يعني هنا بيوري انه مفيش جيل الا لما ربنا بيحط فيه قديسين. بس مش كل الناس للأسف بتستفاد. طيب.
كنت هتقول كده. لا 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 مش برضه رجع بعد كده وسابها تاني لإسرائيل كوبيرانس ريفر ولا تروح تاني؟ لا حد تاني. بتروح تاني لو كان تاني تروح تاني. لو رأيت ماذا تفعل؟ بص هو السبي الكامل بتاع إسرائيل كان لسه مش في عهد أليشع، ده بعد أليشع بمدة طويلة. والسبي حصل عن طريق الأشوريين. أما أرام ثم سوريا فكان هم لازقين في إسرائيل، يعني هم على الحدود على طول المجاورة، الأشوريين بعيد شوية. فكان في مناوشات بينهم. وكان ملك أرام وقتها شدد حيله على ملك إسرائيل. فكان يدخل ينهب اللي هو عايزه ويمشي. يدخل يضرب ملك إسرائيل وياخد اللي هو عايزه ويمشي. لا مش نعمان. لا مش نعمان، ده خالد تاني. لا مش نعمان. ما البنت دي واحدة من الناس اللي سببها الملك في حرب سابقة. يعني المملكة دي قائمة والمملكة دي قائمة. بس دي بينهم مناوشات وحروب، ومملكة أرام كانت واخدة الأبر هاند، كانت واخدة اليد العليا في القوة. ملك إسرائيل كان ضعيف، لكن الأشوريين قصة مختلفة. دول جم بلعوا مملكة إسرائيل وضموها للإمبراطورية بتاعتهم. بلعوا مملكة إسرائيل واتكسروا عند يهوذا. سبي إسرائيل اتكسروا عند مملكة يهوذا على اعتاب أورشليم في عهد حزقية، لما الملاك نزل موت منهم 185,000، واتكسروا بعدها. مملكة أشور بدأت تضعف وحل مكانها البابليين. يعني هي فكرة ان حزقية الملك ده اللي تم في عهده، حزقية ملك يهوذا ده اللي تم في عهده سبي إسرائيل المملكة الشمالية. بعديها ب 124 سنة حصل سبي يهوذا اللي هو فيه هدم الهيكل. سبي إسرائيل ما كانش فيه هدم حاجة، لكن كان عدد كبير 10 أسباط. لكن سبي يهوذا ده اللي اتهد في الهيكل، وده اللي بيتعد بقى، ده اللي بيتحسب. مش سبي إسرائيل اللي بيتحسب، 70 سنة سبي يهوذا. سبي والعودة من السبي. نسب إسرائيل ده سابق عن طريق الأشوريين. خلينا ناخد نعمان السوريين مرة من المرات، يعني ده لازم عايزها مرة واحدة. هي قصة برضو لطيفة وفيها معاني جميلة. حد عنده تعليق أو سؤال تاني؟ أنا موافق حضرتك إنه زمان كانت الدنيا أهدى من دلوقتي. طب تشوف قصة. لكن في، اسمحي لي أنا أقول لحضرتك على نقطتين. مهما كانت الدنيا هادية، إنه واحدة يموت لها ابنها الوحيد ابن شيخوختها، أنت يعني حضرتك برضو كان زمان الدنيا هادية، بس كانوا بيصوتوا قد إيه؟ كانوا بيقعدوا يصوتوا لما صوتهم يروح، وأول ما يرجع تاني صوتوا تاني. كانوا يعني، وكان الدنيا هادية خالص. أنا كانوا بيحزنوا أكتر يا بولس. كان طبعا. يعني يوسف عمل مناحة لأبوه 40 يوم. فعايز أقول إنه الفكرة مش مجرد إن الدنيا هادية، لكن الفكرة إن المشاعر الطبيعية بتاعت الستات زمان زي دلوقتي وزيادة. يعني وارتباط الناس ببعضها زمان كان أكتر. أكتر، فالحزن يبقى أكتر. يعني النهاردة الناس يعني متوزعة في الكرة الأرضية، على سطح الكرة الأرضية، ده في الناحية دي وده في الناحية دي وده في الناحية دي، وكل واحد إيه على جزء من ظهر الكرة الأرضية. والناس بعدت شوية عن بعضها، بيتواصلوا مع بعض بالتليفون، بس يعني المسافة إيه. ف
فبقى اللي يعني الناس غايبة عن عينين بعض يعني. غير زمان الناس دول ليل ونهار واكلين شاربين نايمين والدوائر ضيقة، فيعني تبقى المشاعر تتعب أكتر. الحاجة الثانية إنه مهما كان يعني هي المناخ اللي عايشة فيه مناخ سلام، لكن ما اقدرش اقول ابدا ان هي بسبب المناخ ده قدرت تستحمل حادثة زي كده، لكن هي استحملت كده لان عندها ايمان قوي جدا، عندها ثقة في ربنا واخدها من ايد ربنا وعطيته وقدمته لربنا وقالت له شوف حل عايز خدته خلاص. بس يعني طب ليه انا مش فاهمة؟ هي رايحة قاليش عطول انا مش فاهمة، فلا لا 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 هيرجع الراجل يعني ايه. هي راحت تقول له قالت له مش انا قلت لك قبل كده ما تضحكش علي انا ما طلبتش حاجة، طب انا مش فاهمة ليه حصل كده، فلا لا لا هيرجع لك زي قاليش عبد صعب عليه. قال لا يا رب انا طلبت لها ولد هل تاخده؟ لا ارجع لها. وقعد يصلي على مراحل، تبالك في إقامة حتى الطفل قعد يصلي على مراحل يتمدد عليه وبعدين رايح جاي ويصلي ورايح جاي ويصلي، في الآخر الولد قام. فضل مطول باله في الصلاة لحد لما الولد قام بيتفاوض مع ربنا. يعني هو الموضوع ده بتاعي، ده أنا طلبت لها وستي دي مديناني بمحبة كبيرة وتستاهل كل خير، فمن فضلك يا رب لصلوات القديسين. وهي مسكت فيه بإيمان، يعرف ان ده رجل الله فده يتصرف بقى. لكن لو كان قال لها خلاص هي لحد كده وبس خلاص، واضح ان كان عندها مش المناخ. النهارده صيف في شوشره كتير لكن في تعزيات كتير، ما هو دايما لما بتكسر الخطيه بتزداد التعزيات وتزداد نعمه ربنا. والنهارده لو عايزين نتعزى مثلا، زمان كانت الناس تحزن حزن صعب، تفتحش التلفزيون ما تفتحش مش عارف ايه ما تفتحش. النهارده بنقول للناس ايه؟ شغل قداس حبيبي، افتح وعظه في نفس يوم وفاه، اسمع كلمه ربنا تتعزى، اطمن كده من وعود ربنا ومن محبته ان هو الراعي الصالح وان وصل السماء ده دخل لمواضع الروح، فنتعزى ونقرا كلمه ربنا نتعزى، يلا نصلي مع بعض، يلا القديسين يعني مثلا ما حد من الآباء الكهنة ولا من الرهبان ولا من أسقف بينتقد بيعملوا إيه؟ يقعدوا يصلوا المزامير ويقول تسابيح مارينون هيفول بخريسوس بينوتي لحن مارينون هيفول، فلنشكر المسيح إلهنا، فلنشكر المسيح إلهنا، أو إثنوس تيروس موشيس يا جميع الأمم باركوا الرب وتباركوا كافة الشعوب، لحن من الألحان الجميلة بتاعت الكنيسة، نقعد نقول الألحان دي طول ما الجثمان بتاع الأب الكاهن، نقعد نرتل ونسبح وفرحانين نشكر ربنا. فتعزيات النهارده موجوده، يعني يمكن زمان الناس كانت تقعد ساكته وتكتر في الحزن، فعرفت تكتر يعني الواحد ايه يعني كل ما الحزن يجي يروح يرجعوه تاني، ها وتلاقي واحده طلعت بكلمه والتاني طلع بكلمه وده طلع عشان ايه الناس تعيط تاني ويسخنوا الجنازه. نشكر ربنا دلوقتي صح موجود الدنيا مش هاديه زي زمان، بس مع عدم الهدوء في نعم كتيره وبركات بين ايدينا نقدر نتعزى. فيعني هي الحقيقه يعني فعلا نموذج للانسان القوي بجذور عميقه، عارفه زي ما يكون حضرتك شجره عميقه ضربه بالارض في جذور، فالجذور بتاعتها نخليها قويه، يجي هواء الهواء ممكن يحرك الورق لكن الشجره قويه لان جذرها قوي. طبعا يعني موت ابنها ده عاصفه، ده اعصار ممكن يشيل اي حد يكون ضعيف كده، لكن دي كانت قويه. فيقول لها في ايه؟ سلام خير. في ايه يا ستي؟ اسلام لك يا سلام ازيك اسلم سلام سلام، ما عنديش حاجه غير كده خير، انا بين ايدين ربنا كل حاجه خير كله خير، الولد مات خير اشكرك يا رب خير. فده ايمان قوي قوي.
لكن لو نعتمد على الظروف الخارجية، الظروف الخارجية بتتغير شوية. لو الظروف هي اللي بتديني السلام، ممكن شوية ظروف تانية تخلينا أضطر. بس كان في تعليقات أو أسئلة، تفضل. أنا ما حضرتش من البيت التاسع، مش عارف، بس يعني أمواني في الجزء ما أنا اتكلمت في الموضوع ده. واضح إن هي، واضح إن هي عندها مشكلة، إن جوزها مش مهتم كتير بالبيت، ومش مهتم كتير بالولد، ومش مركز معاها ولا في الكنيسة ولا بيروح معاها ولا أي حاجة، ومع ذلك عمرها ما اشتكت، وعمرها ما قالت أنا عيني عليا، وتقعد بقى يجي لها اكتئاب، ويجي لها صغر نفس، ويجي لها ومتضايقة، وكل شوية تنفكر في جوزها وتقول له يا أخي أنت سيبني، أنت مش مرة تجور بخاطري تيجي الكنيسة، يا أخي أنت بتخافش ربنا، يا أخي ما تشوف ابنك، ما تهتم بينا، أنا عايز حد يهتم بيا. النهاردة الست لما جوزها بيتشغل عنها شوية بتعب، تقول له يعني أنت مش مهتم بيا، هو أنت شغلك ده واخد كل حاجة، الناس وأنا فين؟ هي ما كانتش بتفكر كده. ليه؟ لأنها كانت شبعانة جدا من روح الرب، وعاشت في ظل الظروف دي بحكمة بتكسب الراجل، وشايفة في حاجات كويسة. هو مستوى روحي مش قدها، ومستوى إيمانها مش إيمانه مش قدها خالص، ومع ذلك عمرها مش تجده، بتلاطفه وتتكلم معاه وتطلب منه بعض حاجات هي عايزاها عشان الخدمة، والراجل علشان خير، عشان هي طيبة. ما هو كانش لسه ما ماتش، هو كان لسه ما ماتش، لكن يعني انا بقول كده يعني بس كان عيان. لا هو هو مش مركز، ما في 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 ازواج. لا انا شايف في عنصريه، لا في ازواج للاسف الشديد، للاسف الشديد ما هماش مركزين مع اولادهم، وبيعتبروا ان الولاد دول مسؤوليه الست، وده غلط. هم فاكرين ان الولاد دول مسؤوليه الست، لا طبعا، وده خطا كبير، ان هو فاكر فراح جاي الراجل قال ايه، ودوا لامه. الولد بيقول راسي راسي ومش قادر يتحرك، يعني الولد جاي ماشي، الولد جاي ماشي راجع البيت ايه متشاب، يعني مش قادر يمشي. ده ابنك وحيدك، انت تسيب كل حاجه وتروح تتابعه؟ طب وامه يعني هي عندها ايه، هتعالجه ازاي؟ ما انا زي ما قلت في السكه وسط الكلام، هي ما عندهاش دكاتره ولا ادويه ولا حاجه، هي قليلة الحيلة، أم غلبانة هتطبطب عليها تاخده في حضنها، بس الولد مات. أيام الحصاد أبونا كان بيبات في الأرض، ما بيرجعوش كل يوم. ممكن. يعني أيام الحصاد مثلا كان بيبات في الأرض. ما عشان ده موسم الفيضان. موسم الفيضان المادي يعني، فهو بالنسبة له مركز قوي قوي فيه. مركز في شغله وفلوسه، طب حبيبه ابنك. بس هي ما اشتكتش، كل ده ما اشتكتش. خالص. قامت بدورها، ولما جوزها قصر والولد مات برضه ما اشتكتش، وما راحتش صرخت في وشه قدام الناس. لو كانت عملت كده كنا نقول دي المشاعر الطبيعيه، صحيح؟ كنا نقول دي المشاعر الطبيعيه، تروح تصرخ في وشه قدام الناس تقول له انت فين؟ ما كفاياك بقى، عملت ايه كل اللي انت بتعمله ده؟ وكانت ممكن تقول كلام وحش ولا كلمه. حتى لما قالت له انا عايزه بس اروح لرجل الله، حتى ما سالش على ابنه، يعني ايه؟ وما عايرتوش، ما قالتوش الكلام ده. بعد كده انت يوم ما قلت لك ما عملتش وما سويتش، ما تفكرش بالطريقه دي. عندها ايمان وخدته من ايد ربنا، وهي اللي واخده البركه على فكره. اللي واخد البركه ما يقعدش يتكلم كده، يعني حتى لو شريك حياته ما بياخدش بركه زيه، مش هتقعد تتخانق معاه، بس هي يوم ورا يوم شويه شويه على قده بتشجعه، مره يجي معاها، مرة تشارك معاه آية حلوة أليشة عالها لها، مرة تقول له ده أنا كنا بنصلي مزمور جميل نقوله مع بعض، يعني على قده، على قد إمكانياته، هي ربنا عطيها. يعني الحس الروحي
انا شخصيا عارف صح ولا غلط كان، بس انا بعتبر ان الحس الروحي ده وزنه زي موروثه، يعني الواحد بياخدها من كل واحد واخد مقدار، في واحد بينميه على قد، ما اقدرش اطالب واحد واقول له اعمل لي 10 وزنات وهو مش واخد غير وزنتين، حرام ما طالبوش غير هو واخد وزنتين هيجيب وزنتين على قد. يعني احنا في الكنيسة انا يعني بخدم وبشوف الناس، مش كل الناس عندها الحس الروحي زي بعض، بس لازم الكنيسة تكون شغالة ومجهزة الأكل، القداسات والاجتماعات وكلمة ربنا مجهزة. مين اللي بيجي؟ طبعا اللي عندهم شهية روحية أكتر من الباقيين، في ناس تيجي متأخرة، في ناس تيجي مرة ومرة، تيجي مرة وثلاث مرات، ما يعني الشهية الروحية عندهم معلش ما ندمش، هو إمكانياته بسيطة، بس يوم ما يجي يلاقي حاجة برضه وننميه على قدر طاقته وعلى قدر إمكانياته الروحية. ولما بيلاقي كنيسة حية وقوية بينمو. يعني من الملاحظات اللي انا لاحظتها مش عارف اقولها ازاي، في خدمة ابونا مشوي كامل لاحظت انه في عائلات، العائلات دي مش متدينة خالص، مش بتاعة كنيسة قوي، ومع ذلك لو في عضو واحد منها قرب من ابونا بشوي تلاقيه بقى بركة للعيلة كلها. انا بقول يعني عائلات مش متدينة علشان اقول ان العنصر ده اللي بقى النهاردة خادم عظيم في الكنيسة يمكن اخواته ولا اسرته ولا حاجة بعيد، لكن العنصر ده ما هو واخد نفس الجينات بتاعته، بس ده علشان اتقابل مع جمرة ملتهبة نار، النار سرت في حياته وحب ربنا لانه التصق بابونا بشوي وبقى له الحس الروحي ده مع انه هو مش واخد وزنات كتير. هتلاقي الخادم ده اللي قرب من ابونا بشوي او الست دي اللي يمكن العيله اغلبيتها مش متدينه، تلاقي دي طلعت خادمه هايله او اترهبنت او كانت بركه في بيتها لانها قربت قوي من يعني من مصدر النعم. فاحنا الكنيسة مش مطالبة ان هي يعني بالزراير كده هتحول كل الشعب القديسين، لكن هي الكنيسة تكون مصدر اشعاع ومصدر نعم، وكل المهيئ يعني اللي عندهم الاستعداد يجوا ينموا، يلاقوا فرصة للنمو ويلاقوا خدمة ويلاقوا عن طيار الروح القدس شغال في الكنيسة. زي ما بقول انا كنت يعني تلاحظ دي بالذات يعني في الكام سنه اللي بعد نياحه ابونا بشوي كنت اخد بالي ان في نماذج من خدام الكنيسه عائلاتهم بعيده، هم يقولوا ابونا بشوي حلو اه بس هم ما قربوش منه ففضلوا بعاد، لكن لو في تلاقي واحد من وسط الاسره يعني بابا ومامته ما بيجوش الكنيسه، بابا ومامته ما بيصوموش، بابا ومامته ما بيخدموش مثلا، لكن تلاقي هو حاجه مختلفه انه يعني قرب واتملى، ومع انه ما هوش يعني من عيله اوتوماتيك هتطلع قديسين، يعني في عائلات كده تلاقي الاسره كلها حب في الكنيسه وولاد مدروسين في الكنيسه للورا، طبيعي دول هيطلع منهم خدام حلوين في الكنيسه وبركه بشكل تلقائي، لكن دول لا ما كانوش كده، تلاقي عنصر واحد بس، وتلاقي السر ان هو قرب من ابونا بشوي ويتلمس على ايدين ابونا بشوي، كان بيعترف عنده، كان بيشرب منه، بتفرق بقى معاه. فعايز اقول انه احنا ما حدش يدين حد، المستوى بتاع الست كان مختلف عن جوزها، شخصيته كانت مختلفه، ومع ذلك كان بيت موجود وعايشين في سلام على رغم اختلاف الشخصيات، لان كانت حكيمه وكانت متواضعه وكانت محبه لزوجها ومقدره وحطها فوق راسها، وكانت بتعمل الدور بتاعها ويمكن الدور الغايب اللي ما بيعملوش جزء كانت بتعمله وبرضا ومن غير ما تتزمر ومن غير ما يعني تشتكي جزء، حتى الدور الغايب اللي ما كانش بيعمله جزء الجزء مهمل فيه كانت بتعمله بسلام وشكر ربنا بتقول معلش هو بيتعب برضه،
بيتعب في حاجات تانية نكتر خيره، بيتعب علشاننا. الروح دي روح جميلة. أنا مش بقول إن ده الوضع السليم اللي هو إن البيوت كلها تمشي على الطريقة دي، لا طبعا. الزوج لازم يقوم بدوره، ولازم يهتم بالولاد، ولازم يحس بزوجته ويحس باحتياجاتها. يعني أنا مش بقول الكلام ده علشان خطر يعني الزوج يعمل اللي هو عايزه والزوجة لازم تبقى زي الشونمية، لا دي مستوى الحقيقة يعني مستوى عادي. لكن لا، لازم الزوج يقوم بدوره. إذا كنا شايفين هنا بعض حاجات ناقصة في الرجل زوجها ده، لا لازم نقول إن ده مش حاجات صح، ولازم يعني إحنا بيوتنا ما يكونش بالطريقة دي، يكون دايماً بنشارك مع بعض، بنمد إيدينا مع بعض في تربية ولادنا، في مسؤولية البيت، حاسين ببعض كده. ما ينفعش يبقى الحمل مرمي على طرف واحد. طيب، حد عنده تعليق أو سؤال؟ تفضل. وفي حاجة بالنسبة للسير القديسين والعزبات والحاجات اللي هم كانوا بيشوفوها، الواحد أحيانا لما بيقراها بيحس إنها فوق العقل، يعني نار وحرق وطبعا بيصوتوش. أكيد ربنا كان بيبقى معاك. لا، مين قال إنهم يعني ما كانوا بيصوتوا أو بيصرخوا؟ يعني عزمات صعبة طبعا. لا، مين قال إنهم ما كانوش بيتألموا؟ أكيد كانوا بيتألموا، لكن ربنا كان بيرفع وبيسندهم، بيسندهم في وسط الألم ده. عايز أقول إن الألم النفسية بتاعة الإهانة والشتيمة أحيانا تبقى أصعب من الضرب، وأحيانا أصعب من العزبات الجسدية، يعني قاسية خالص. يعني احنا سينما، يعني احنا لا بنتشتم ولا يعني احنا مرفهين، لكن يعني لكن من اجل محبة المسيح كانوا بيحتملوا، من اجل محبة المسيح كانوا شجعان، كانوا بيحتملوا، وربنا كان بيسندهم، ربنا كان بيسندهم، كان بيديهم قوة وبيسندهم. وكان في تعزيات اكيد من ربنا بتسند، لانه زي ما بيكون في الم كان بيبقى فيه معاه تعزيه. وفي حاجات يعني بتعوض التعب. يعني شوفي مثلا استفانوس بيترجم، طبعا يعني بيترجم يعني في دبش نازل فوق راسه، يعني وده دبش نازل على جسمه بيعور وبيكسر فيه، شايف السم مفتوح، وربنا فتح له السم وبقى مركز في السم. هو مش مركز مع اللي بيضربوه وبيقتلوه، بيموت. ده كان بيموت، يعني بقى الدبش ينزل يعوره خلاص سيح دمه هيموت. فيقول انا السماوات مفتوح ويا رب لا تقبل منهم هذه الخطيه، شايف ما انت ربنا بيصلي لهم. يعني هو مش باصص لهم، لو باصص لهم هيتغاظ منهم ويدعي عليهم مثلا، ولا يتمنى لهم الشر، ولا ايديهم تتشل، ولا او ربنا ينقذهم. مش بفكر في الحاجات دي، هو بفكر في السماء، هو رايح السماء، فجهز نفسه على السماء. بيقول لك وجهه كان وجه ملاك. نعم، زي شهداء اللي ربنا العالم كله مذهول من الثبات والقوة اللي كانوا بيواجهوا بها الموت. دول ناس غلابة، عمال غلابة، وإيمانهم إيه؟ إيمان يعني ثابت في ربنا، لا ولو موت، وسكاكين ومنظر بدلة إعدام، وهم ثابتين بيصرخوا يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح. فيعني الناس استغربت من ثباتهم. ده نعمة من ربنا، ده نعمة من ربنا. الألم ده نعمة، الألم نعمة طبعا، لأسباب كتيرة، لأسباب كتيرة خالص. حنانيا لما كان بيكلم المسيح وقال له روح عشان بولس الشاب، قال له سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل. يعني ربنا كان مجهز له ألم وعذابات هيحس بيها. وهو نفسه فيليبي قال وهب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا. الألم أولا بيدخلنا في شركة ألم الصليب فناخد مجد، والألم
يخلينا نثبت في ربنا اكتر، زي الشجره لما بتتعرض لعواصف بتمد جذورها، والالم بيحسس الانسان بضعفه فبيحفظه في الاتضاع، بيحفظ له تدفق نعمه ربنا. يعني نعمه ربنا من غير اتضاع ممكن الانسان يرتفع بفرط الاعلانات فيعطى شوكه بقى لئلا يرتفع، تعمله توازن. الالم ده مفيد، بس ممكن يكون كمان الناس ما عندهاش ايمان يتذمروا على ربنا والمصيبه دي. هو الالم على الكل، بس الشاطر اللي بيعرف يستفاد من الالم ويشكر ربنا اذا كان الالم ده تنبيه للتوبه يتوب. يعني زي الرأس اليمين والرأس الشمال، ما الاثنين اتحطوا في الالم في نفس الموقف في نفس الظروف، واحد استفاد وتاب وقال انا استاهل اذكرني يا رب وقدم توبه واعتراف بالمسيح وطلب الملكوت، وفي واحد تاني اتذمر. فالاثنين اتحطوا في نفس الظروف، بس الشاطر اللي استفاد وتاب وخد السماء، والتاني مش باصص على السماء ومش باصص حتى مش عايز يواجه نفسه ان هو يستاهل اكتر من كده، هو عايز يخلص. طب تخلص على اي اساس؟ هتخلص من الصليب على اي اساس؟ ما انت قاتل، ما انت تستاهل الموت. ما انت تفكر في نفسك شويه، واجه نفسك بالحقيقه. لا، هو مش عايز يواجه نفسه بالحقيقه، الحقيقه انك تستاهل. لا، احنا بعدنا جوزينا. لا، هو مش عايز يقول كده، عايز يقول لا خلصونا بس من اللي احنا فيه دلوقتي ده. يبقى انت مش عايز تواجه نفسك. الالم بيخلي الواحد يواجه نفسه. ايوه صحيح، انا استاهل، انا تماديت في الموضوع ده، انا غلطت. دي بركه كبيره لو الالم وصلنا للحته دي، ان الواحد يواجه نفسه، بالذات لو واحد يعني ماشي كده في الخطيه بقوه كده، فالالم بيفرمله. يعني زي ما قال القديس بطرس في رسالته الاولى صح الرابع، من تالم في الجسد كف عن الخطيه. الالم الجسد بيخلي الانسان يفرمل، يقول ايه ده بقى؟ لا ده انا يعني انا طحت خالص ومشيت غلط وكده، كويس ان ربنا بعت لي حاجه يفرملني، ده من اجل محبته ليا بعت لي الصليب. قد يكون مرض، قد يكون خساره، قد يكون حاجه تربط الانسان، توقفه شويه على الاندفاع في سكه الخطيه ولما يهلك. طيب نشكر ربنا على الفرصه دي. اتفضل. الشيطان بيحارب وسائل متنوعه، ما يجراش حاجه مع الشيطان، يحارب لكن ملوش سلطان علينا، يحاربنا لكن ملوش سلطان علينا. يعني يعمل مشكله هنا، يعمل حاجه هنا، يدور، طبعا ما بيبطلش، بس ملوش سلطان علينا، ما يقدرش يمسنا احنا شخصيا، ما يقدرش، ملوش سلطان علينا. ربنا اعطانا سلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العالم. نعم، لا تمنعه ان هو يبقى له سلطان علينا. واللي يمنعه اكتر ان احنا ثابتين في ربنا، ان احنا بنصلي، ان احنا كلمه ربنا دايما حيه فينا، ان احنا مواظبين على التناول، ما يبقاش له سلطان علينا. بيجي يحط يزرع فكره مش كويسه، احنا افكارنا دايما مقدسه بربنا، مشغولين بربنا، مشغولين بكلام ربنا، فما بيلاقيش مكان، ما بنديلوش فرصه، ما بنديلوش مكان فرصه. لكن يعني ان هو يعني بيعاكس وبوسائل متنوعه، بوسائل متنوعه، هو يهيب الناس ضد بعض، يعمل حاجات، يعني اشكال والوان من الحرب يعني. لكن احنا المفروض ان احنا نبقى شاطرين، ما نديلوش مكان، ما نديلوش فرصه ان يدخل حياتنا. اتفضل. ممكن نوصل ان هو يبتدي فعلا يظهر؟ بص يعني الشيطان طبعا باي شكل ظهر كتير للقديسين، احنا كنا بنتكلم عن القديسه مارينا مثلا، بس غلبته مش كده؟ لكن يعني عايز اقول انه مش كل الناس بيتحاربوا بنفس الطريقه. في واحد بيتحارب بفكره، في واحد بيتحارب بمشاعره، في واحد بيتحارب بحاجات ظاهره، لكن برضه الشيطان ملوش سلطان عليه. في كل الاحوال، في كل الاحوال ملوش سلطان عليه، واللي ماسك في ربنا ده هيغلب. طب زمان السر احيانا تكون حروب خفيه اخطر كتير من الظاهره.
أحيانا حروب خفية، حرب كبرياء، حرب إدانة، حرب كراهية ضد حد، حرب حسد، أصعب بكتير من لو حاجة ظاهرة مخربة. لو عرف يتمكن من فكر الإنسان ومن مشاعر الإنسان ضد حد ولا أي فكر مش مظبوط، بيبقى أصعب من أي حاجة ظاهرة. فهي أنواع، بس أولاد ربنا لا تعطوا إبليس مكانه. وصية بتقول كده، لا تعطوا إبليس مكانه. إيه تفضل. زمان السيد المسيح كان بيخرج شياطين كتيرة، كان بتمسك الناس وبتظهر وبتاع، هل في حاجة دي موجودة؟ موجودة طبعا، موجودة. بس أولاد ربنا طبعا اللي متحصنين، اللي من المرشومين بالميرون وبيتناولوا، ما صعب، صعب بقى إن هو يتحصن. تأكدي ان الشيطان مش هيتملك من واحد مواظب على المناولة ومواظب على الصلاة. انا اعرف ان الشيطان ما بيتملكش من واحد، انا الواحد يعمل مع الشيطان باي شكل او باي سلوك. بص يعني عارف يا فادي، مش لازم يعني تاخد الصورة الكبيرة بتاعت عهد. ممكن لما انا اسمع له كلامه واسمع افكاره واقتنع بيها، لا ده في ناس كانت بتكتب بتروح الموضوع، بس انا تعب حاجه. لكن الواحد لما يسمع الشيطان وينفذ له اللي هو عايزه، ده بمثابه عهد. يعني اتفاق. يعني عايز اقول انه هي مستويات. يعني فكره ان هو يركب في الانسان ويدخله، ده مستوى بيبقى بدأ بانه ايه، بدأ بحاجات ان الانسان عطاه فرصة ياخد حتة من لسانه يتكلم، ياخد حتة من فكره يتكلم شوية 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 شوية، ومع اهمال في الوسائط النعمة، اهمال في التحصينات دي اللي هي بنتحصن بيها، الاعتراف والتناول، تبص تلاقي ممكن الشيطان يدخله. بعد اذنك انا ما شفتش مسيحيين في الواقع. يعني انا مرة طفل صغير، انا عندنا اب كاهن كبير كنت في السن، كان قديم وكان عنده موهبه تخرج الشياطين. فكان كل قداس يوم الجمعه كان بيجوا بعد قرب نهايه القداس، واي حد بيبقى شاكك ان هو عليه شيطان كان بيجي عشان ابونا يصلي له، ولو هو عليه شيطان بيظهر وبيخرج كمان الشياطين. ما شفتش حد مسيحي عنده كمان، كان كلهم بيجوا من المسلمين. يعني ده انا عاصرته بشكل قريب. احنا شفتهم بيجونا في الكنيسه، في الكنيسه عندنا، في الكنيسه، كان كنيسه مارجيرجس وفؤاد. وفؤاد معروفه بانها بلاد كانت حرب وكان فيها ظهور للشياطين بطرق مختلفة بسبب موضوع القتل والجرائم القتل اللي كانت بتحصل أيام الحروب. يعني في طبعا نعمة يعني إخراج الشياطين اللي موجودة، أنا شفته برضه. كان هو كان اسمه أبونا يوسف هرجيرجس بروفايا، ده هو تنايح من فترة طويلة يعني، دلوقتي موجود هناك أبونا يوحنا لكن هو قبل أبونا يوحنا هو. ربنا يحافظ على بلادنا، ربنا يحافظ على بلادنا. طيب حبيبي تفضل نسأله. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لأنك أنت يا رب اللي بتحفظ أولادك، وأنت يا ربي اللي بتشبع كل احتياجاتنا كما أشبعت الشونامية اللي كانت بتبحث عن البركة وشبعت من بركتك. ادينا دايما يا رب نكون باحثين عن البركة عشان نشبع منك يا رب، ولا نعود نحتاج لشيء في العالم. نشبع بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. ادينا دايما يا رب نكون واثقين فيك وبكل ما ترتبه في حياتنا، ونضع نفسنا بين إيديك واثقين يا رب انك لا تتركنا نحتاج شيئا ولا نخاف شيئا، لانك انت معنا كل الايام.
بارك يا ربي أخذنا في هذه المنطقة وبارك شعبك وأولادك، بركة أمنا الست العادلة، وبركة كروزنا مريم الرؤوس كل القديسين، بركة مريمينا والبابا كروز الشفيع لهذه الكنيسة. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ويأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. جنى الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك القوة والملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة ومحبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. كلمة كبيرة. مش عايزة كده.